في الجامع في بيت الله سبحانه وتعالى، ما دارين كلام ونحن وكذا ونحن فاهمين أي شيء، والتوحيد ده نحن عارفينه وتلقاه معلق الحجاب. يعني القرآن القراو ده هو ما فاهمه ذاته، القرآن ده ضد الحجبات اللي انت لابسها، والقرآن ده ضد إنك تنادي شيخ وإنك تمشي ليه دجال تقول له شوف ليه الرايحة، وده كله هو في النهاية ما داير الحق وما يقبله وما يخلي غيره يقبله. والله أنا بتعجب فيهم، عشان تعرف البيئة اللي نحن عايشين فيها جوا الجامع، خلي برا بس جوا الجامع الشاب يقف. يعني تخيل ده زول شاب خلى السجاير والصعود والبنات والحفلات وخلى الرمتلة وخلى أي شيء، وأقبل على الدين، مشى حفظ لآية وحفظ حديث وعرف الفهم الصحيح والشرح الصحيح والتفسير الصحيح، وجاته شجاعة داري يبلغ دين الله، وجاته همة ويقف قدام الناس، وش عمامك الكبار ده المفروض يقول لي جزاك الله خير يا ولدي والله يثبتك، ايه يقول له دار تتكلم في شنو؟ والله يا حاج دار اتكلم في التوحيد. لا 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 ابدا، يعني بيت الله ما يتكلم في التوحيد، يتكلم وين؟ يتكلم وين؟ اي ورقة امش خش المساجد دي 99% فاصل 9 من 10 كل الوراق دي انت عارف على اللو قال شنو؟ لي الله واحد بس، الأوراق دي كلها علقوها للتوحيد، ما في ورقة أبدا علقوها عشان الطهارة، ما في، ما لاقتنا الله أعلم، ولا في ورقة علقوها عشان أحكام الصيام ولا التقوى بالمفهوم العام، ولا 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 ولا، وإن كان دي من الدين كلها علقوها عشان بحاربوا كلمة الله واحد، نادوا الله وما تنادوا الشيوخ. وإذا كان ذي المساجد فيها ابتلاء فما بالك بباقي البيئة اللي تعايش فيها، تركب البص يعلق شغل غنى، ماشي في سفر شغلوا لك غنى ويجيبوا لك عمك العجوز ذاك بيجاي 3 نسوان وبيجاي 4 أولاد وغني لنا يا فلانة وغني يا علان، وشايل عكازه لابس نظارته والجماعة يحضروا وانت في البص شغال، تعرف البيئة اللي انت ماشي فيها، تجي في الشارع ماشي تبرج شغال إلا تدنقل راسك، ولا غايته الله يوفقك تغوط بصرك. قربنا نشتري نظارات سود لكن بيجيبوا لنا سمع، والله الذي لا إله تعلق سودة ذاته ما تعرف الحاصل شنو، تركب مواصلات داخلية برضو شغالين غنى تريريم تريريم، والعربية مكسرة كلها، ما تبيع الرادي ده يا أخو المسجل ده سوي لك كراسي زي الناس، تلقى الغنى شغال، أصحابك بجنبه واحد شايل سفته يمطق فيك دردمة صغيرة صغير يمطق فيك انت ذاته تقول حاجة سمعي حاجة كعبة ومرة وناي بلاوي، وده بيجاي يسجر بيئة زي دي، هذا ما قاعدة في وده جاي يتونسوا، تقعد معاهم في مجالسهم تعرف البيئة، تقعد البيت الفلانية كذا ودي كذا وده جمش معاه بيجاي وكذا وأنا لازم ويحكي لك وصاحبته كذا وسويت كذا، يرغبك في المعصية، دي ما البيئة اللي عايشين فيها؟ هذيل الشباب في ابتلاء والله الذي لا إله غيره، يمشوا النادي بيجاي كورة ويرغبوك في الكورة، كان بتمشي تتدرب براك كورة، المهم أو تتمرن، المهم عام تريد جسمك، ما قلنا حرام كونه تريد جسمك بحدود الشريعة وبضوابط شرعية، لكن في النهاية يعلق قلبك تمشي بعد شوية تتملي بالهوس بتاع الكورة دي، وأنا ماشي درجة أولى وإلى آخره وماشي المنتخب كذا وفي السنة بدوني كذا وكذا، بعد ده تبقى في الهوس ده لما أنت تخش القبر، والكرت الأحمر والأصفر وماشي، دي البيئة كذي، دي البيئة اللي عايشينها الليلة الشباب ده، غير الأغاني اللي بيرسلوها وغير الأفلام بيرسلوها وغير حاجات كثيرة جدا. فلذلك أنت الواجب عليك أن تحترز كل الحرز